الرحيم. معكم رئيس جمعية البديل والتنمية المستدامة لتجار سوق باب الرحمن الغاني عن التعريف في سوق عارين. أولا قبل كل شيء النهار بغينا نطرقوا بعض النقاط اللي كتهم بعدا. أولا السلع المستوردة أو السلع المستعملة. نهضروا شوية بالشلحة باش الرأي العام المحلي. هذه الرسالة كنوجهها للرأي العام المحلي. نسيو شوية تمازيغ. أمش السنم ثاني دين النظر تعانى سوى التصن تعانى سيجن المشكل للوباء أمش تعانى العالم يكمر أمش تعانى البلاد النخ المغرب بإسره. لذا نرى الوضع الصحي ذي المغرب مرة وذي العالم مرة الوضع الصحي خطير مهدد بسكوفيد 19. أولا نشكر سيدنا جلالة الملك يتقن المجهود يجن المجهود مقرا من أجل الردع من أجل الوقوف الشعب باش أنا نعذو الفطرية ثانية الفطرية جن عصيبة نعيشيت ذيس الحجر الصحي ذيس الطوارئ الصحية ذيس ينشرهم من النس ذمارة المشاكل النس تتبعية النس الوباء لأن الوباء يتشكل الخطورة تمقرا دخل وضع الاقتصاد العالمي كمر مرة وراد المغرب الزيسان وراد تندين النضاع الزيسان مش سنة قبل الوباء تغاث الحمد لله تغي قاسين الطريقة صحيحة سيجن الطريقة مليح تغي قاش ويتغزات سيجن نسبة مئوية الصباح ولكن رميديوس الوباء يجيج المشكل دم قراني الركود اقتصادي اليد العاملة يعني البطالة تصنع حوايج ثاني تسبيذنت كوفيد سبيذنت المعرض سبيذنت الوباء. انتقلنا نسير شويه السوق النخ. اولا نتشكر موقعنا الريفينو جن دائما يتواكب المراحل النضال نخ المراحل السوق من باب الرحمه وميتوغات الزاتي الشبيبه ارمي نهار قدنيت ان شاء الله ذي عريض ويتواكب الحمد لله سواء السلبيات الايجابيات نس نهار الحمد لله الاخوان قن كوريج نسل محلات الناس تمارس التجاره بشكل عادي ولكن الوضع الصحي الوضع الوبائي يشكل يجن المانع يشكل يجن 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 الزيار التجار لان مش تسم التجاره التقري تشي ودن نهار تقدان لان مش تسم التصميم ودن واخد الدمان التصميمات يعني كنتذكر عاوتاني غير المشكل من الوباء. اندور انسيور نهار يجن الشركه ايديوسين غابني نصار نتاتي غاتجا سرعة يعني بيع الملابس المستعملة الشركة هي ثاني تخص نسيور شويت من ناحية الطلب ضد العرض. الحمد لله نشين داني تادي السوق باب الرحمة مش تسلم انه نوفر السلعة السرعة لجميع التجار السرعة توفر لجميع التجار وجميع يعني حتى يعني من ناحيه الطوناج من ناحيه السرعه جميع انواعها قد موجوده ثاني تا اعطي ضمانات اخر هذا السوق السبب من الركود الاقتصادي قد يدكر وجيش الشركه وانما يدكر على الوضع الصحي نعاود مره اخرى الشركه ايديوسين نشين صراحه يعني الحمد لله توفر السلع الاخوان مره السوق قام بشكل عادي خلينا نظام دي فوتو نظام دي فيديوهات انه السوق عادي ولكن الركود الاقتصادي ويدور شغل السرعه اما يدور الظرفيه تعيش نهار ثم النخ الظرفيه الصحيه جن شويه تقسح. لذا نسير شويه خل المنطق الشركيات الطريق يتمعمل ايكو تجاري نخي التجاري مزيان سواء اني مقرن الشركة ثانية توفر السلع لجميع الأصناف من التجار بمعنى أنه تخص طون موجود تخص طنين طون موجود تخص طون 500 موجود وغاسيج المشكلة لا والسرعة مش طلع الشركة أنه غاس السرعة دي ستوك وهذا في متغاذك حاليا ونشقز قوضا يزرين الشركة وتمعمل خاكيس إجنا حاجة النغنية الشركة توفر اليد العاملة سهم ذي البطالة بشكلين يعني مهم جدا بمعنى توفر 300 منصب شغل بصفة مباشرة ثاني تخدم من ذي المعمل توفر أصلا 600 نسب توفر أصلا ذي الوقت جاء ثم نخطعنا الوباء بمعنى كوفيد 19 انا والشركه يتجيج المجهود دم قران السيف في اليد العامله بشكلين يعني الحمد لله بشكلين مهم يعني جنتر 300 خدام وما اكثر توفر اصلا التامين وتوفر اصلا الطوبيسات يعني الحافلات وتوفر اصلا الزياده نظرا للطوارئ الصحيه لاحترام الطوارئ نخل البروتوكول الصحي نشد كازري خصي طوينينو
لذا نشقى غير بعض الإخوان أكيد أنه سواء الشركة بأن الشركة وفاش السرعات نشقى غصن بصفة كتاجر نش أعطيهم جميع الضمانات ونقصنا ذي ديرا غادا حتى السواء خرخوا ذا حتى عما السرعات وغنخيج المشكلة دي السرعات من ناحية السرعات أي واحد كنقولها في الإعلام بغى السلعة راه حنا موجودين غندخلوا حنا هنايا كنمدوا اليد العون لجميع اليوم في الميدان حنا راه ما كاينش كنتزايدوا على شي واحد ولا هاد الشركه هذه بالعكس حنا بحال هاد الشركات حنا خصنا نساهموا معاهم خصنا نتعاونوا معاهم من اجل انجاح ومن اجل مساهمه في الاقتصاد الوطني لان كتخلص الضرائب ديالها وانت السلعه ديالها كتهزها بواحد يعني الطريقه قانونيه وتمك قانون تمك هذاك الشيء دابا ولا يعني الحمد لله السلعه ديالك تهزها ما كاينش شي واحد يقرب لك وهذه المسائل بالفاكتوره ديالك بالامور ديالك وهذا الشيء حنايا تعاملنا به ماشي كنهضروا كنتكلموا شفويا ومع ذلك انه بعض الاشخاص ربما غادي يهزوا واحد النظره عليا ما نعرف شنو ولكن انا ما كيهمنيش انا كنقول الواقع انا اللي بغا يهضر ولا يحس ولا كيبقى داك الشيء شغله ولكن انا كنقول لهم من هذا المنبر ان رئيس جمعيه البديل والتنميه المستدامه لتجار الاخوان في باب الرحمه كنقول اي واحد بغى السلعه عيط لي التليفون ديالي راه معروف نمشي نجيب له السلعه اي واحد خصو الخصاص عنده الخصاص ديال السلعه مرحبا به من شحال ما بغى وفي 24 ساعه تكون عنده السلعه وانا طلعت على الشركه في الديبو ديالها انه عندها السلعه بزايده لذا حنا ما غاديش نجيو نتزايدوا على شي واحد الا كان شي مصلحه هكا حنايا بغينا يعني خصنا نتعاونوا هذه المرحله محتاجه ديال التعاون محتاجه نتعاونوا شويه باش يطلع شويه الاقتصاد الوطني باش الاقتصاد ديال المدينه حتى هو يكون شويه يزيد القدام لان يعني حنا ما كنكروش انه هناك عامل ولا عاملات في الفرونتيره وحنا هذه بهاد الناس ديال العمال ديال الحدوديون حنا هادو اخوه ديالنا وراه تماك مجموعة ديال المشاريع ان شاء الله جايه راه هذه من انطلاقا من السيد العامل بالهضره ديال السيد العامل عاملات عمل اقليم الناظور هو انه كاين مجموعة ديال المشاريع وما كاينش شي واحد تخلق راه المولود كيبقى 9 شهور في الكرش ديال امه راه ما كيطولش ديريكت لذا اي حاجه عند البدايه ديالها كتكون قاصحه ولكن في النهايه ان شاء الله كيكون الاصلاح كيكون هذه خصنا نديروا المجهود خصنا نتعاونوا خصنا نسيروا نمشيو لقدام لان حنا هذا الشيء اليد في اليد راه البلاد ديالنا تمشي لقدام والناس اللي ماشيين ضد التيار راه ما غاديش يكون شي حاجه وراه كيضروا بلادهم ويضروا نفسهم وحنا مع الاقتصاد الوطني ومع الدوله مع المؤسسات الرسميه ومع الناس الفقراء ومع الطبقه الهشه ومع الناس نتعاونوا كامل مع التعاون مع الدو ونحترموا الضوابط الصحيه وكنحيوا الناس ديال اقليم الناظور وكنحيوا السلطات المحليه على المجهودات اللي كدير في هذه الفتره الحرجه اللي كيعيشها الاقليم لان الوضع الوبائي هو شي كيتزايد شويه وتحيه نضاليه للاخوان تجار باب الرحمه وكنقول المره الثانيه ومره الثالثه انه مرحبا لاي واحد عنده مشكل ديال السلعه ما عليه الا يتصل به ولا يجي عندي للسوق هنايا غادي نمشي نجيب له السلعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وتحيه نضاليه عاليه.